بسم الله الرحمن الرحيم. هل كل الناس شايفة الشاشة دي؟ شايفين السلايدز يا باشمهندس؟ تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب الديبريشيشن اللي هو مهندس هو حضرتك العلاج، بتسجل المحاضرة؟ غالبا في حد من زمايلكم ضغط ريكورد، صح؟ اه صح يا باشمهندس. تمام. مهم قوي يا باشمهندسين موضوع الديبريشيشن ده لاي مصنع او لاي شركه انت بتتعامل فيها، او انت حتى يعني لو فتحت البيزنس بتاعك. فالبيزنس بتاعك ده ايا كان هو ايه، مثلا لو بدأ احنا كمهندسين مثلا فتحت مثلا ناس بتوع ميكانيكا، مثلا فتح ورشة ميكانيكية، فتح مصنع صغير كده على قده، ناس بتوع مدني مثلا فتح مكتب استشاري، ناس بتوع عمارة فتحوا مكتب، حتى الناس بتوع كهرباء مثلا لو فتح برضو أي بيزنس. بالنسبة لنا كهندسة أنت في الأصل هتجيب حاجات، أو هتدفع أسيتس، أو هتدفع أو هتحط أصول ثابتة عندك. تمام، ممكن من الاصول الثابته دي يكون عندك شويه ماكينات، عربيات، مكاتب، ايا كان الاسيتس بتاعتك ونوعها ايه. فمع الوقت انت ممكن تجيب ناس محاسبين يمسكوا الشغل بتاعك ده، او انت حتى تبقى انت ليك علاقه بال او عندك شويه خبره قليله حتى في المحاسبه والكده. اوكي فمهم جدا موضوع الديبريشيشن ده. اتفضل. اوكي مهم جدا موضوع الديبريشيشن ده. فالديبريشيشن ده ممكن الناس تقفل المايك لو سمحت. بنقول ان الديبريشيشن ده هو الايه، الاهلاك، او بنعرفه هنا زي ما احنا شايفين. ديبريشيشن is a gradual and permanent decreases in the value of an assets for any from any purpose. يعني ايه depreciation؟ هو عباره عن نقصان او انخفاض لقيمه الاسيتس دي مع الوقت، انخفاض لقيمه الاسيتس مع الوقت لاي اسباب. فممكن يكون مثلا على سبيل المثال احنا حاطين يعني ده احد تعريف الديبريشيشن، ده احد الديفينيشن بتاعه الديبريشيشن. كمثال كده زي ما احنا شايفين السيارة اللي قدامنا دي، اللي على السور اليمين دي، مثلا سيارة حديثة. السيارة الحديثة دي انت مثلا كحد عنده بيزنس، انت جايب العربية دي مثلا للمصنع بتاعك او اي حاجة، تمام، بتعمل بيها مشاوير، تجيب بيها استشاريين، تعمل اي حاجة. فانت العربية دي انت سجلتها عندك في الاسيتس كقيمة ثابتة، لكن بعد مرور وقت القيمة الثابتة دي، العربيات القيمة بتاعت العربية طبعا نتيجة الاستخدام و و و أصبحت شكلها عامل كده. فعندنا بس بعض الديفينيشنز هنا محتاجين نفهمها كويس قوي. أنت لما جبت العربية جبتها مثلا ب 10,000 دولار، فحطيتها في القيمة الدفترية بتاعتك بنسميها البوك فاليو. فأنت حطيت العربية دي في البوك فاليو بالقيمه اللي هي 10,000 دولار اللي انت اشتريتها بيها، تمام. لكن لما بعد وقت معين، بعد 5 6 سنوات او 10 سنوات، اصبحت العربيه بقت بالشكل اللي قدامنا ده. طيب العربيه في الوقت ده كله حصل لها اهلاك، فالاهلاك ده يا ترى شكله عامل ازاي في القيمه الدفتريه بتاعتك، او شكله عامل ازاي في كاكاونتنج بقى بالنسبه لك. فده طبعا كل ده شيء مهم بالنسبه لنا. العربية في الصورة اللي على الشمال بنسميها الـ salvage value أو residual value، يعني هي القيمة اللي هي المتبقية، أو القيمة اللي حصل لها، أو القيمة المهدرة للعربية. العربية في الحالة دي بنسميها salvage value أو residual value، يعني ده بعد الإيه، بعد الإهلاك، أو بعد المدة اللي حصل عليها الإهلاك عامة يعني. فبمعنى آخر بنقول هنا in accounting terms the depreciation is defined as the reduction of recorded cost of a fixed asset
in a systematic manner until the value of the assets become zero or negative. يعني ايه؟ بيقول هنا ان في الناس بتوع المحاسبين دول او الناس في علم المحاسبة او مصطلحات المحاسبة depreciation بيتعرف على انه ايه؟ القيمة اللي انت سجلتها للفيكسد كوست او الفيكسد اسيتس او بيحصل بقى نقصان للفيكسد اسيتس دي لحد ما توصل ان هي ممكن حتى تكون في البيج في البوك فاليو بتاعتك اللي هي في القيمه الدفتريه بتاعتك ان هي اصبحت بصفر او حتى ما يكونش ليها اي ايه او ان هي اصلا ان هي ايه اهملت يعني. فده لكن هي كخرده يعني بالبلدي كده كخرده العربيه دي لها قيمه تتباع مثلا انت كنت جايبها ب 10000 دولار حصل ديبريشيشن ليها في الدفتر بتاعك او في البوك فاليو بتاعتك اللي الناس بتوع الـ في المحاسبين بتوعك هيقيدها لك في الاخر ان هي خلاص اهلكت وخلاص بقت بصفر كقيمه دفتريه يعني او كبوك فاليو. لكن انت كسالفيج فاليو ممكن تبيعها مثلا ب هنقول 1000 دولار ولا 500 دولار ولا حاجه فهي كسالفيج فاليو ليها قيمه لكن كبوك فاليو طبعا في فرق بين البوك فاليو والسالفيج فاليو. قلنا بنقول ان البوك فاليو هي القيمه اللي موجوده في الـ في الـ بنسميه الدفتر او بنسميه بيسموه دفتر المحاسبه او البوك بتاع المحاسبه يعني اللي هو كل بقى اللي على حسب انت يعني وشغل المحاسبه ده مع انه مش دفتر ان هو دفتر بمعنى الدفتر يعني لا هو حتى لو الناس شغاله على برامج وبتاع فهو بيسموه في الاخر ايه البوك فاليو بتاعهم يعني. نتمنى يكون التعريف الأول كده وصل ولا في مشاكل لسه؟ هل مفهوم شونسين؟ تمام بسم الله. زي ما احنا برضو شايفين هنا الصورة برضو نفس الكلام احنا هنا موضحين لك برضو الديبريشيشن مش شرط حتى بس يكون مثلا في بيزنس ولا ايا كان حتى عندك المنزل او في البيت ممكن تبقى انت جبت كرسي ده بعد وقت بعد زمن اهلك تماما فده بايه ده برضو بنقول ان هو ده الديبريشيشن. لكن هنا في شويه نقاط مهمه جدا عايزين نوضحها. بنقول هنا الديبريشيشن از ا بروسيس اوف كوست الوكيشن. يعني ايه يعني ايه الكلام ده؟ الديبريشيشن مش هو بروسيس للكوست الوكيشن يعني ما هو الا ايه الا قيم او قيم للكوست او قيم للتكلفه بتاعتك او الاسيتس بتاعتك يعني هو مش من قيمه الاسيتس او هو يعني مش يعني عايز اقول ايه ان هو مش بيقيم الاسيتس لكن ان هو بيبدا انت عندك الاسيتس دي بتبدا تشوفها بعد كل وقت عندك بعد انيوال مثلا كل سنه هتقول والله الاسيتس دي كانت كذا ونتيجه الديبريشيشن اللي حصل في المنتج في الاله بتاعتي او في المكاتب او في الكمبيوترات بتاعتي او اي اجهزه عندك انت حاططها عندك في الشركه بتاعتك او عندك في البيزنس بتاعك بيحصل لها اهلاك وبالتالي هي عباره عن ايه عباره عن ان هي كوست الوكيشن ان هي عباره ان انت بتقعد تقول الكوست دي كانت بكذا وبعد السنه دي انا عامل لها اهلاك ان هي تستهلك في خمس سنين ففي السنه الاولى انا اهلكتها بنسبه 20% السنه الثانيه اهلكتها بنسبه كذا السنه الثالثه وهكذا فبنقول ان هي بروسيس للكوست الوكيشن. الحاجه الثانيه is not a process of assets valuation يعني ما هاش ايه ما بتقيمليش الاسيتس بتاعتي بقت ايه يعني هي في فرق بين الاثنين هي ما بتحددش الاسيتس او ما بتقيمش الاسيتس اصبحت ايه لكن هي في الاصل ايه هي في الاصل كوست الوكيشن فقط. بنقول بعد كده بقى ان ال no attempt is made to measure the change in an asset's fair value during ownership. يعني هنا بنقول ان ما عندناش محاوله او اللي احنا مثلا ما بنحاولش ان احنا نقيس التشينج اللي حصل في الاسيتس during الاونرشيب يعني ممكن يعني العباره دي شويه غامضه شويه معلش لكن المهم اللي بعد كده ان البوك فاليو
of a plant assets may be quite different from its fair value. يعني يقول لك خد بالك القيمة الدفترية بتاعتك اللي انت سجلت عن اللي انت سجلتها عندك للبوك فاليو انت سجلتها لقيمة الاسيتس دي بتختلف على القيمة الحقيقية اللي هي موجودة اصلا اللي هي الفير فاليو. يعني ما تقول انا مثلا مسجل السيارة عندي ب 10,000 دولار ماليش دعوة بقى هي بكام بره دلوقتي. يعني لو السيارة بتاعتي دي انا جبتها ب 10,000 دولار وبعد يوم لقيتها بغليت لاسباب ما، انا ما اخدش في اعتباري ان هي القيمه الفير فاليو اللي موجوده في السوق في الوقت الحالي، لا انا بلتزم بالبوك فاليو اللي انا سجلتها دلوقتي للايه للسياره بتاعتي او القيمه الدفتريه اللي انا حطيتها في الدفتر بتاعي او في الايه او ما يسمى بالبوك فاليو. In fact if any assets is fully depreciated it can have zero book value but still have a fair value. يعني لو انا عندي سلعه في الحقيقه بقى لو انا عندي سلعه السلعه دي او الاسيتس دي حصل لها حصل لها هلاك تام انا استهلكتها 100% خلاص انا العربيه بتاعتي دي مش هشغلها تاني في المصنع لانها بقت بايظه خالص، بنقول هنا هي ممكن اصبحت بقت قيمه دفتريه زيرو بوك فاليو لكن كفير فاليو ممكن ابيعها بنسميها السالفج فاليو او الفير فاليو. يعني ممكن ابيعها في الوقت ده كخرده او كاي حاجه فبنسميها ايه فبنسميها الفير فاليو. هل الدنيا واضحه ولا في مشاكل؟ تمام ان شاء الله. يعني depreciation دي expense ولا لا مش expense، انت وكانك بتدفع قيمه الخدمه بتاعتك. يعني ايه السؤال ده كويس جدا يا باشمهندس. انا دلوقتي بدل انا مثلا محتاج في الشغل بتاعي عربيه تنقل بضائع، اي انا بقول اي مثال، طيب ايه الحلول اللي انا ممكن افكر فيها؟ رقم واحد ممكن واحد يقول لا انا معيش فلوس اجيب عربيه، انا هفضل اجر العربيه بتاعتي كل ما عاوز مشوار هفضل اجر المشوار وادفع فلوس معايا. تمام، ده اتجاه، ده تفكير. واحد تاني يقول لا طب انا ايه اللي يخليني ادفع كل الكلام ده انا كل مره، لا انا معايا فلوس دلوقتي فانا هدفع هجيب عربيه تنقل لي هي البضائع بتاعتي، هدفع مثلا اجيب عربيه، يبقى انا وكاني بعمل ايه؟ وكاني بدفع مقابل الخدمه بتاعتي لقدام. معايا؟ تمام فاهمني؟ تمام. فده في الاصل يعتبر ايه؟ في الاصل يعتبر اسيتس. معايا؟ ان انت دفعت القيمه دي، لكن الاسيتس ده حصل لها ايه؟ بيحصل لها اهلاك مع مدار الوقت. تمام؟ تمام. بس كده. يعني بعمل تيبل ديبريشيشن في الكريدت في الديبت قصدي فيقلل الاسيت في الكريدت. انت تقصد دلوقتي بقى عن تسجيلها نفسه صح؟ التسجيل بتاع الديبريشيشن في الـ واحنا بنسجلها في البوك فاليو او كده لها طرق كتيره جدا. تمام، احنا لو جه الوقت لو ان شاء الله يعني مش عارف هل لسه هناخدها ازاي او يعني لسه مش عارف والله اذا كنا هنقولها ولا لا، فلو جه وقت ان شاء الله ممكن نقولها او يعني ممكن نديكم مثال على ازاي هاو تو ريكورد الديبريشيشن في البوك فاليو بتاعتنا او في التيبل بتاعتنا بجانب الحاجات اللي احنا ايه او الترانزاكشنز اللي احنا ايه اللي احنا خدناها قبل كده. تمام صح، كويس جدا. شكرا. بس هي لها عده طرق كتيره جدا للريكورد بتاع الايه بتاع الديبريشيشن. كويس اهو. طيب ايه بقى اسباب الديبريشيشن الكوزز اوف ديبريشيشن؟ الكوزز اوف ديبريشيشن ليها اربع انواع، لو سمحتوا برضو الناس تبقى واخده بالها من الكلام ده عشان احنا يعني لو هو مش واضح قولوا لي بس عشان يعني ايه مثلا انا هنا عاملين بولد كده على الايه على الحاجات الاساسيه. يعني بنقول هنا ان الكوز اوف ديبريشيشن اربع انواع اساسيه: انترنال كوزز واكسترنال كوزز وتايم اليمنت وابنورمال اكومنتس. تمام،
الانترنال كوزز ليها نوعين، الاكسترنال كوز ليها نوعين، والتايم اليمنت نوع والاب نورمال اكرونيس نوع. طيب طبعا اسباب الاسباب بتاعه الديبريشيشن شايفين ايه اللي بيحصل، انت كنت جايب القيمه وطبعا ايه مع الوقت بدات ايه السلعه بتاعتك او الاسس بتاعتك بدات ايه تقل بشكل كبير يعني. طيب الانترنال كوزز احنا بنقول نوعين، هو ما يسمى بالوير انتير والديبليشن. الوير انتير ده اللي هو طبعا هو الانترنال كوزز يعني ايه؟ الانترنال كوزز حاجات داخليه انت بالنسبه للبيزنس بتاعك، انت جايب العربيه دي او جايب الاله المكنه بتاعتك عشان تستعملها. فالانترنال كوزز اللي هي الحاجات الاسباب الداخليه بتاعتك، وده منها ايه بقى؟ منها حاجات كثيره جدا طبعا زي البلانت اسيتس بتاعتك او الماشينري او فرنيتشر او موتور عربيه ايا كان، كل ده اللي هو يحصل لها ايه؟ يحصل لها او بتبقى معرضه للفايبريشنز وكيميكال رياكشنز وحاجات كتيره جدا ونجلكت الهاندلنج والكلام ده كله او راستنج نتيجه الصدى والكلام ده كله، فمعرضه لان هي يحصل لها ايه؟ يحصل لها اهلاك مع الوقت نتيجه الاستخدام. فالانترنال كوسس الاثنين بيعتبروا ايه؟ نتيجه الايه؟ نتيجه الاستخدام نتيجه الايه؟ نتيجه الاستخدام. لكن حاجه بنصنفهم لحاجتين، حاجه بنسميها الوير انتير وحاجه بنسميها الديبليشن. فالوير انتير اللي هو نتيجه الاستخدام بتاعك، نتيجه انت بتستخدم الحاجه فبالتالي بيحصل لها ديبريشيشن لانها معرضه لظروف معينه، مثلا المكنه مثلا معرضه لحاجات كتير جدا يحصل لها مش عارف ايه، فكل ده يعتبر وير انتير اللي هو انترنال ايه انترنال كوزز. الديبليشن اللي هو بنقول هنا the quality of resources of wasting assets like means decreases الايه with regular extractions. يعني هنا بيقول لك الديبليشن ده عباره عن ايه بقى؟ حاجات انت ممكن تكون عندك انت مثلا كدوله مثلا لقت حقل البترول او حقل المعادن او ايا كان، فنتيجه الاستخراج منه بشكل مستمر فده يعتبر ايه؟ يعتبر برضو ديبريشيشن لانك بتستهلكه او ان انت بتعمل له ايه؟ بتعمل له اهلاك. فده حاجه ديبليشن ان انا باخد منه حاجه، انا باخد منها فان انا عمال استهلك منها وباخد منها، فده طبعا يسمى ده برضو يعتبر انترنال كوزز. والوير اند تير نوع اخر. فده اول اسباب للديبريشيشن اللي هي بنسميها الانترنال كوزز. النوع الثاني اللي هو الاكسترنال كوزز، وده برضو حاجتين. اول حاجه بنسميها الاوبسلنس، والنوع الثاني الانادكوانسي. فالاثنين الاكسترنال بقى نتيجه ايه؟ زي ما احنا شايفين كده الاوبسلنس اللي هي عباره بيقول لنا innovation of better substitute change in market demand imposition of legal restriction may result into discarding an assets. طيب external cause يعني حاجات خارجيه او حاجات خارجه عن ارادتي. حصل مثلا الناس، انا كنت بنتج مثلا شكل معين، انا عندي مصنع وبعمل حاجات معينه، بعمل موبايلات، فالموبايل في موبايلات زي ما احنا عارفين بكل كام شهر بيطلع جيل جديد من موبايلات او بيطلع حاجات جديده من موبايلات، فانا لو ما خدتش بالي من التطور والكلام ده هيحصل عندي اهلاك. لو انا مثلا بنتج حاطط خط انتاج، خط الانتاج ده عامل انا بقى شايف نفسي ان انا دارس السوق كويس وعامل الكلام ده، وبالتالي عمال اوزع واجيب وغرق السوق من البضاعه بتاعتي زي ما بيقولوا يعني، مع العلم ان في منافس ليا، المنافس ده درس السوق احسن مني وحس ان لقى ان الناس محتاجه منتج جديد، فقام غير في شكل معين من المنتج نفس المنتج ولا حاجه، فغير الشكل فخلى الناس
قلل السعر غير الشكل عمل اي حاجه، دي كلها تعتبر اكسترنال كوست بالنسبه لي. فقام ايه، فقام منزل في السوق، فطبعا المنتج بتاعي بقى عندي وهيحصل له اهلاك نتيجه ان انا ما عملتش الكلام ده او نتيجه لاي اسباب. فبنقول هنا ان اسباب خارجه، تطور حصل في المنتج، تطور حصل في السوق، التغير حصل في الماركت ديماند اللي هو احتياجات السوق نفسه، imposition of legal restriction يعني حصل قيود في القوانين، القوانين دي منعتني ان انا اعمل الكلام ده، حصل اي حاجه خارج عن ايه، خارج عن ارادتي يعني، فده بنسميه ده اللي هو الاوبسلنس اللي هو الاكسترنال كوزز. النوع الثاني بنقول اللي هي الايه، الان adequacy اللي هي اللي changes in the scale of production or volume of activities may lead to discarding an assets. يعني برضو انه يحصل تغير في حجم الانتاج او الحاجات برضو ايه بتاعتي مثلا، يعني السكيل اوبورتاي، انا مثلا برضو نفس الكلام ان انا عملت او عايزين نقول مثال هنا، فبنقول ان احنا هنا change in scale production or volume activities may lead to discarding an assets، يعني برضو التغير في التغير اللي حصل في scale production او volume activities برضو ايه ممكن تؤدي الى نقصان في كميه الاسس او يحصل ديبريشيشن. يعني بس في بس يعني عايز اجيب لكم مثال على يعني ايه سكيل او برودكشن او فوليوم اكتيفيتيز، ممكن ان شاء الله يحضر في ذهني كده واقول لكم عليه برضو. لكن هو ايه، لكن ده الايه نوعين من الاكسترنال كوزز، خلينا نقول ان هو الاوبسلنس والانديكوس اللي هو الايه اللي هو الاثنين يعتبروا اكسترنال كوز، والاكسترنال كوز حاجات حصلت خارج عن ارادتي او حصلت نتيجه لاي تغيرات في السوق او اي تغيرات في المنافسه مثلا او اي حاجه خارجه عن ارادتنا. الحاجه اللي بعد كده التايم اليمنت ليها برضو شويه حاجات كويسه. بنقول هنا with a passage of time some intangible fixed assets like patents, copyrights. يعني لو انا مثلا شغال في مصنع او في الشركه دي بتهتم بالابحاث العلميه وكده، ففي patents بتطلع، براءات اختراع، ممكن مهندسين اللي موجودين يعملوا براءات اختراع. براءات اختراعات دي الشركة بتبيعها، فدي تعتبر برضو أنا بس ممكن يحصل لها ديبريشيشن، فده بنسميه تايم إيليمنت إن الحاجة يحصل لها ديبريشيشن مع مرور الوقت. يعني إيه مع مرور الوقت؟ يعني حتى لو يعني مثلا أنا كنت عامل براءة الاختراع دي الناس كانت مهووسة بيها في الوقت الحالي، فممكن كمان يومين ثلاثة يطلع حاجة كبيرة جدا أكبر من الاختراع بتاعنا، فتغطي عليه، فده طبعا مبقاش له قيمة خلاص. هو ده المقصود بالتايم إليمنت، إن أنا يعني ممكن lose the value of effectiveness whether used or not. يعني ممكن الناس تستخدم الكلام ده، ممكن تستخدم وممكن لأ، فده المقصود، وده بيبقى مكتوب أكتر، موجود أكتر في الرسائل العلميه والبيتنس. فعشان كده بنقول ايه، بنقول ان ده تايم اليمنت، فده بنسميه تايم اليمنت. ذا وورد amortization is a better term to speak for the gradual fail in the values. يعني بيقول لك احنا هنا في النوعيه دي من depreciation بنسميه amortization. لما كلمة amortization تعني برضو ايه depreciation، لكن في نوعية التايم إليمنت او نوعية الحاجات اللي بيحصل لها تايم إليمنت نتيجة سواء استخدمتها او لا. النوع الاخير من depreciation بنسميه الـ abnormal
occurrence اللي هو الايه الحاجات اللي هي غير طبيعيه، يعني حصل حوادث لا قدر الله في مصنع، في شركه، في اي حاجه، فبالتالي هيحصل اهلاك للحاجات بتاعتي، وده برضو يعتبر سبب كبير من الحاجات اللي ممكن يحصل لها للاسيتس بتاعتنا ديبريشيشن نتيجه الايه نتيجه الحوادث والكلام، الحاجات غير الطبيعيه، ممكن كوارث طبيعيه مثلا زي زلازل او حوادث حريق او ايا كان، او مثلا يحصل اي شيء برضو تكون خارج الايه فيضانات، اي حاجه غير ايه غير طبيعيه بالنسبه لي الحوادث الغير طبيعيه يعني، او حادث طبيعي انا اسف. طيب لحد كده في اي اسئله في الجزئيه دي؟ واحنا هننقل على حاجه ثانيه دلوقتي، هل في اي مشاكل في الكلام ده؟ لا تمام. طيب نيجي بقى لحاجه مهمه جدا بنقول عليها اللي هي الايه الفاكتورز ان كومباتينج الديبريشيشن. انا عشان اقدر اوقع قيمه الديبريشيشن دي او اقدر اعرف قيمه الديبريشيشن، في ثلاث حاجات مهمه جدا في اللي هم بيؤثروا في الديبريشيشن او في شكل الديبريشيشن. اول حاجه الكوست. اتفضل. انا السلايد واقفه معايا بصراحه. السلايد واقفه. حاضر. هل واقفه عند كل الناس ولا في مشكله عندك؟ ده انا كده تمام. طيب باشمهندس لو لسه واقفه عندك بلغني. لسه واقفه عندك؟ لسه واقفه. طب هي كده بتتحرك؟ انا بحركها كده. بتتحرك عندك؟ ممكن يكون في لاج عن او في حاجه عندك حصلت، او ممكن طيب ممكن يعني حاول تقفل وتفتح تاني كده، معلش ممكن يكون في حاجه او النت بطيء عندك شويه. ماشي تمام. طيب شوف لو في حاجه اعدها لك تاني. حاضر تمام. ماشي تغلط كده. ظبطت ولا ايه؟ تمام. تمام تمام. اول حاجه بنقول الكوست نفسها، انت جبت القيمه دي او الحاجات اللي هيحصل لها ديبريشيشن دي جبتها بقيمه معينه، فبنقول الكوست بتاعتها كام وقت ما جبتها ووقت ما سجلتها في الدفتر عندك، او سجلت القيمه دي دخلت عندك بكذا، فدي الكوست بتاعتها. الكوست انت اشتريتها، يعني اشتريت عربيه، اشتريت اجهزه كمبيوتر، اشتريت اي حاجه فجبتها بكوست، فاحد العوامل دي اللي هي الكوست اللي انت جبتها بيها للحاجه دي. الحاجه الثانيه بقى اليوسف اللايف. اليوسف اللايف ان استيميتد اوف ذا اكسبكتد برودكتيف لايف اولزو كود سيرفيس لايف او اوف ان اسيتس. يعني ايه ده؟ بيبقى وقت متوقع. انا جبت العربيه دي متوقع اعيشها تعيش معايا قد ايه؟ طيب مين بيحط اليوسف لايف ده؟ يعني مين بيحط البرودكتيف لايف والسيرفيس لايف للحاجه؟ اللي بيحطها طبعا المهندسين اللي صنعوا الكلام ده. يعني مثلا انا لو بشتري عربيه فالناس بيقولوا لي مثلا وانت بتشتري العربيه في سبيكس للعربيه دي، يقول لك والله متوقع من دراسات الناس عملوها متوقع ان عمر السياره دي 10 سنوات. فانت بتاخد، يبقى ده بالنسبه لك انت يهم الناس المحاسبين اللي عندك في المصنع او ان هم يعرفوا اليوسف لايف او السيرفيس لايف كام، لان هو بيسالك عليه او هو بيدور عليه عشان يقدر يحسب قيمه الاهلاك للاسس اللي داخله دي او قيمه الاهلاك للحاجات دي. فده جبت مثلا اجهزه كمبيوتر، فمتوقع ان اجهزه الكمبيوتر دي والله انت بتقول مع الشغل المستمر ووافا 5 سنوات ولا حاجه، فانت بتحط لها 5 سنوات. ايا كان اليوسف لايف او السيرفيس لايف مش احنا اللي بنحدده، حتى يعني لو احنا بنقول احنا كمحاسبين، لا مش احنا اللي بنحدد الكلام ده، او احنا حتى كمهندسين عندنا البيزنس برضو مش انت اللي بتحدد الكلام ده. امال مين اللي بيحدد؟ حاجه الناس اللي انت شاري منهم الكلام ده، يقول لك والله العمر الافتراضي لكده، او يعني حتى كلنا نسمع مثلا او ابسط حاجه بنسمع عن ما يسمى بالضمان، يقول لك والله ده معانا جهاز الضمان بتاعه 5 سنوات 10 سنوات. ايه السبب؟ هو ده بيبقى اليوسف اللايف بالظبط، ان هو بيقول لك ايه
انا هاجي اصين لك الوقت ده، لان انا الوقت ده انا ضامن ان هي هتعيش في الوقت ده بشكل وكفاءه كويسه، لكن بعد الوقت ده ما اضمنش ظروفها هتبقى عامله ايه، لذلك انا بتحمل مصاريف الصيانه في الوقت ده. فده برضو ايه، فده يعتبر اليوسف اللايف لي او السيرفيس لايف لي للبرودكت او للمنتج بتاعنا. السالفج فاليو بنقول عليها اللي هي الان استيميت اوف ان اسيتس فاليو ات ذا اند اوف اتس يوسف اللايف، يعني بعد انتهاء اليوسف اللايف، يعني حصل بعد انتهائها، يا ترى السالفج فاليو بتاع القيمه دي كام. يعني برضو بنقول امثله بسيطه، احنا برضو العربيه اللي انت جبتها للمصنع بتاعك هي بعد 10 سنوات هتبقى خلاص الضمان بتاعها خلص، او اليوسف اللايف بتاعها خلص، او عمرها خلص. طب يا ترى السالفج فاليو بتبقى قد ايه، قيمتها قد ايه في الوقت ده؟ فده طبعا ايه، ممكن ده يتوقع، ممكن ده الناس يعني في بعض الحاجات اللي ممكن نعرف بيها، وبعض الحسابات اللي احنا ممكن نعمل بيها السالفج فاليو القيمه بتاعتنا، تمام. ده بيبقى طبعا ناتج عن طريق معلومات كتيره جدا عندنا في المصنع. فالمعلومات دي انا ممكن انا كمهندس اشتغل على اعمل حاجه اسمها ما يسمى بالفوركاستنج، اتنبا يا ترى هي سالفج فاليو بتاعتها ممكن بعد كام سنه تبقى كام. طيب هندرس بقى ان شاء الله الديبريشيشن ميثود، احنا ازاي هنحسب قيمه الديبريشيشن دي، القيم بتاعه الديبريشيشن دي هحسبها ازاي. في الحقيقه هو هناك يعني في كتب كتير جدا بتقول ان هم ثلاث طرق، يعني احنا اللي هم الستريت لاين ميثود واليونتس اوف اكتيفيتي والديكلايننج بالانس. في كتب تانية بتدخل اكتر من طريقه معاهم، يعني بالذات لو انت طبعا عندك يعني بصراحه يعني هم ممكن نلاقيهم، ممكن لو انت دورنا وحصرناهم ممكن نلاقيهم 10 طرق او 8 طرق في الحدود دي يعني، تمام. احنا خدنا الاهم اربع طرق الناس بتشتغل بيهم، تمام، والمشهورين جدا يعني كمان، ما يسمى به الستريت لاين ميثود او فيكسد ايكوال انستلمنت، يعني القيمه الثابته، او بنسميها قيمه الاهلاك الثابت، يعني انا هنتكلم عنها كمان شويه، والريتن داون فاليو واليونتس اوف اكتيفيتي والديكلايننج بالانس. طيب هنا في الصندوق اللي احنا حاطينه ده بنقول اتش ميثود اكسبتابل اندر جاب. الجاب دي اللي هي في ستاندرد للناس بتوع الاكاونتنج، فيما يسمى بستاندرد اكاونتنج، او حاجه اسمها الجاب الجي اي بي، دي اختصار لجنرال اكسبتد اكاونتنج برينسيبلز، يعني الحاجه دي هي مطابقه لاكوردنج للستاندرد بتاع الاكاونت، جنرال اكاونتنج جنرال اكسبتابل اكاونتنج برينسيبلز، يعني بيقول لك هنا اتش ميثود اكسبتابل اندر الايه، اندر الجاب اللي هي الايه، جنرال اكسبتابل اكاونتنج برينسيبل، اللي هي الايه الستاندرد بتاع الاكاونتنج، وليهم ستاندرد لكل ايه، لكل حاجه. هنا حاجه بقى مهمه قوي، المانجمنت سيلكتس ذا ميثودز ات بيليفرز تو ابروبريت، يعني ايه، بنقول ان الناس بتوع المانجمنت اكاونتنج اللي هم بتوع الاداره المحاسبيه والكلام ده كله بيختار طريقه، الطريقه دي بتناسب الشغل معاه. ما ينفعش طبعا ان انا زي ما انت شايف ات بيليفرز تو ابروبريت، يعني ما ينفعش انا اشتغل سنه اجي اقول والله انا هشتغل السنه دي على ستريت لاين ميثود، السنه الثانيه اشتغل على الريتن داون، السنه الثالثه اليونتس اوف اكتيفيتي، السنه الرابعه اشتغل، لا مفيش كده خالص. ده من اول ما المصنع بتاعك بينشا، او من اول ما البيزنس بتاعك بينشا، الناس المحاسبين عندك لما بتقعد تقول لهم والله انا هعمل كذا وهعمل كذا وهعمل كذا، فيقول لك خلاص احنا هنشتغل على الديبريشيشن، هنحسبه عن طريق الطريقه الفلانيه دي اللي تناسب شغلك. يعني ايه تناسب شغلك؟ واحد مثلا، خلينا نضرب امثله بسيطه عشان الناس كلها تبقى عارفاها، او الناس كلها تقدر تفهم نقصد ايه. لو انا مثلا عندي بيزنس، البيزنس ده انا شغال طول السنه، طول السنه بنتج
بنتج معدل انتاج قد يكون ثابت، يعني ما عنديش مواسم. يعني مثلا ممكن لو واحد مثلا بيعمل مصنع، واحد عنده ورشة فوانيس، فورشة الفوانيس دي لها مواسم، فهو بيجي في موسم موسم رمضان اللي احنا داخلين عليه ده، هو شغال في الموسم ده بيشتغل في الوقت ده. واحد مثلا عنده بيشتغل مش شهر في السنة ولا حاجة، لا او مثلا لا ده عنده الموسم بتاعه بيبقى بيوصل 6 أشهر ولا حاجة او 3 أشهر في السنة. فكل واحد مننا طريقة حساب الديبريشيشن بتاعته هتختلف، طريقة حساب الديبريشيشن عنده هتختلف نتيجة الايه، نتيجة الشغل بتاعه. فكل لكل واحد مننا هيبقى له طريقة لحساب الديبريشيشن، وبالتالي ايه كل واحد مننا له طريقة تناسبه. فلذلك هنا بنقول ايه الطريقة المناسبة هي ايه اللي انا هختارها من الاول، مش هينفع ابدل او مش هينفع ايه اغير من حاجة الى اخرى. طب زي ما انتم شايفين كده once method is chosen، يعني انا لو اخترت طريقه it should be applied consistently، يعني ايه اكمل بيها للاخر. طيب حد كده الدنيا تمام ولا في مشكله؟ ناس معانا ولا ايه؟ اهلا حضرتك يا باشمهندس. تمام يا باشمهندس. نيجي بقى لأول طريقة، مش هنطول عليكم إن شاء الله، يعني إحنا هناخد طريقة واحدة بس النهاردة، يعني طريقة واحدة بس اللي هي الإيه؟ الستريت لاين ميثود أور الفيكسد إيكوال إنسترومنت ميثود. ساعات بنسميها SLM ميثود، يعني ستريت لاين ميثود، تمام؟ ستريت لاين ميثود يعني بالعربي كده قيمة الإهلاك الثابت. قيمة الإهلاك الثابت يعني إيه؟ تعالوا نشوف كده مع بعض. الستريت لاين ميثود من اهم الفيتشرز بتاعتها a fixed portion of the cost of a fixed assets is allocated and charged as periodic depreciation. يعني ايه؟ دايما انا كل سنه او كل شهر او كل حاجه على حسب الوقت اللي انا براجع فيه حساباتي او بعمل فيه الحسابات، انا ب ب ب ب عندي سنه ماليه مثلا انا بقول فانا كل سنه هيبقى في قسط ثابت، ودي اسهل طريقه يا جماعه لحساب الديبريشيشن، اسهل طريقه خالص، اسهل طريقه في الاربعه هي الستريت لاين ميثود دي. بنقول ايه؟ ان انا عندي قيمه ثابته بعملها كل ايه كل سنه، او كل قيمه دفتريه، او كل سنه او كل وقت محاسبه انا حاطه. يعني انا مثلا كل شهر بظبط حساباتي وكده، فخلاص انا هعمله كل شهر. عايز اعمله كل سنه كل سنه، كل 3 اشهر كل 3 اشهر، كل 6 اشهر كل 6 اشهر، وهكذا. فبنقول ان دي قيمه ثابته من الفيكسد اسيتس. قيمه ثابته من الفيكسد يعني ايه قيمه ثابته من الفيكسد اسيتس؟ عايزين بس نوضح الكلام عشان برضو الناس بقيه تبقى الدنيا واضحه. انا مثلا لو عندي لو انا جبت برضو خلينا نقول مكنه، الماشين دي انا جبتها مثلا ب $10,000، تمام؟ فانا متوقع ان الماشين دي تعيش معايا عشان الانتاج بتاعي وكده تعيش 5 سنوات. بقول اي حاجه عشان بس تبقى النسب ايه تبقى ثابته يعني، تمام؟ فالخمس سنوات دول يعني ايه؟ يبقى انا ادام انا قلت حددت الوقت اللي هو اليوسف اللايف او اللي هو السيرفيس لايف، اللي هي تشتغل 5 سنوات وبعد كده ههلكها تماما، هحولها خرده. انا عامل حساباتي في كده اكوردنج للانتاج و و و والعوامل كتيره جدا. فاحنا حاطين اليوسف اللايف عمر المكنه دي 5 سنوات، وزي ما الناس قالوا لنا في اللي احنا اشترينا منهم المكنه دي ممكن تعيش معاك لو انت معدل انتاجك كذا، لو انت معدل انتاجك كذا فالمكنه تعيش معاك 5 سنوات، لو انت معدل انتاجك اكبر فالمكنه دي تعيش معاك 2 سنين. فنحن هنفرض ان هي تعيش معانا 5 سنوات. معنى ايه بقى 5 سنوات دي؟ معنى كده ان انا كل سنه ههلكها 20%، كل سنه ههلك 20%. يعني ايه؟ يعني كل سنه 20% السنه الاولى، 20% السنه الثانيه، 20% السنه الثالثه، وهكذا لحد ما اوصل لخمس سنين، يبقى انا وصلت للاهلاك. هو ده معنى ليه معنى الفيكسد ايه الفيكسد بورشن من الايه من الكوست اوف من الكوست اوف اي اوف فيكسد اسيتس.
such depreciation become an equal amount in each period. دي بقى مهمة جدا بقى. هنا بنقول ان equal amount في كل سنة، يعني كل period بقى بكل accounting period عندنا equal amount ثابت. يعني انا بتعامل مع السنة المالية او عندي سنة مالية، فانا كل سنة عندي 2000 دولار هعمل لهم اهلاك للمكنة دي من قيمة المكنة. المكنة كنت جايبها ب 10000 وعرفت ان قيمتها 10000 او جبتها ب 10000، فانا كل سنة هيبقى ال 2000 دولار كل سنة، يبقى انا على 5 سنوات يبقى انا خلصت الايه، خلصت ال 10000 بتوع المكنة دول. فده هو ده الايكوال اماونت. نيجي بقى الحاجة المهمة جدا بقى، the formula for calculation depreciation is، خد بالك الرول اللي قدامنا دي لمين؟ الستريت لاين ميثود فقط. يعني لو غيرنا، لو جينا نتكلم على رول تانية هيبقى لها ايه، لها حاجة تانية. الديبريشيشن بير يير بنسميه بقى ال V minus ال S على N، حيث ال V هي ال cost of the assets، ال cost of the assets بنسميها V، ال S هي ال residual value، ال residual value لها اسماء كتيرة، او ال expected scrap value اللي هي القيمة، قيمة الخردة المتوقعة، انا سكراب خردة يعني، او السالفيج فاليو القيمة اللي هي الايه، اللي هي المستهلكة، القيمة اللي هي بعد ما استهلكت وكده، اللي هي برضو تعتبر ايه ريزيدوال او تعتبر سكراب. فده كله بالنسبة لنا ايه اس. لو انا سألتك على التوتال ديبريشيشن كوست، توتال ديبريشيشن كوست، هتقول لي والله الفي ماينس الاس، يعني ايه، يعني ايه تاني عشان بس الناس تبقى واضحة كده. معلش بنحب يبقى الكلام واضح كده عشان ايه الناس ما تتوهش مننا. معلش لو انا قلت لك الفي دي اللي هي الفي الكوست اوف اسيتس ب 10 دولار، اي حاجه انا جبت حاجه ب 10 دولار ومتوقع ان الاس بتاعتها تبقى ب 1 دولار، تمام كده. لو انا جيت قلت لك احسب لي الديبريشيشن كوست، هتقول لي ايه؟ والله هي 10 ناقص الواحد يساوي 9 دولار. ده كده اسمه ايه؟ depreciation cost. طيب لو قلت لك depreciation per year، per year يعني ايه؟ يعني على عدد السنوات. انت عندك يوسف اللايف، فهنقول مثلا سنتين، فتيجي تقول لي ايه والله خلاص يبقى التسعة دول انا هقسمهم السنة الاولى 4.5 والسنة التانية 4.5. هو ده معناه ايه؟ معناه الديبريشيشن بير. فنوضح لو يعني الناس تبقى واخده بالها لو سمحتوا احنا بنسأل على ايه. ممكن نقول لك الديبريشيشن كوست فتبقى عارف ان هي الفي ماينس الاس بس. لو قلت لك الديبريشيشن بير لكل سنة تعرف تقول لي، لازم تقول لي ايه؟ تقول لي هي الفي ماينس الاس علينا. هل وضح الكلام ده ولا لا؟ انا كان عندي سؤال، معلش يا سعاده دكتور. اتفضل. هو احنا القيمه اللي احنا بنطلعها دي هي دي بقى قيمه الحاجه اللي معانا بعد الديبريشيشن يعني طيب خلينا دلوقتي. خلينا طب خلينا نقول مثال تاني. الواحد ماله؟ الواحد هي السالفيج فاليو اللي انا متوقع بعد ما خلصت الديبريشيشن قيمه الخرده المتبقيه دي ممكن تكون بكام. معايا؟ تمام ماشي. يعني دي طول عمرها الافتراضي يعني. ايوه صح كده، بعد ما خلصتها واهلكتها. ماشي تمام شكرا. انا متوقع دي تبقى طبعا لها اسباب كثيره جدا، ها اكسبكتد او استيميتد. معايا؟ تمام ماشي شكرا. شكرا لله. بنيجي بقى لحاجه تانية، بنقول الريت اوف ديبريشيشن. الريت اوف ديبريشيشن الاماونت اوف ديبريشيشن على الاوريجينال كوست اوف اسيتس. طيب بمعنى اخر هو دي الصيغه العامه اللي بنحسب بيها الريت اوف ديبريشيشن، الاماونت بتاع الديبريشيشن على الاوريجينال كوست اوف ذا اسيتس. طيب القيمه دي القانون ده ممكن ما يكونش واضح قوي هنا في الستريت لاين ميثود، لكن ده بشكل عام. لكن بص هنا على اللي هو على اليمين ده، الريت اوف ديبريشيشن بيساوي 1 على ان في 100. يعني ايه 1 على ان في 100؟ ببساطه خالص، يعني في الستريت لاين ميثود خلينا نشتغل بالريت اوف ديبريشيشن ده، 1 على ان في 100. يعني ايه؟ انا عندي اليوسف اللايف 5 سنين، فيبقى 1 على 5 في 100،
واحد على 5% بكام؟ يعني ب 20%. يبقى انا كل سنه الريت بتاع الديبريشن بتاعي 20%. طيب واحد على 10% بكام؟ ب 10%. يبقى انا كل سنه عندي 10% ديبريشن ريت. هو ده المقصود هنا بالايه؟ بالريت اوف ديبريشن. طيب تعال ناخد مثال توضيحي بالارقام علشان الناس تبقى فاهمه بنعمل ايه بالظبط. بيقول لنا هنا ده سولفد اكزامبل اه تمام. بيقول لنا هنا فور سمول ديليفري تراك، تراك اللي هو يعني جايب مثلا حاجه تشيلي في المصنع او اي حاجه، اللي هو شاحنه صغيره يعني او ونش صغير فبنسميه تراك تمام. بيرشيز اون جنيوري كام؟ يعني في يناير 2017 الشركه اشترت تراك صغير في يناير 2017. الكوست بتاعته ب 13000 دولار. الاكسبكتد سالفج فاليو، متوقعين ان هو يبقى سالفج فاليو بتاعته ب 1000 دولار. الاستيميتد يوسف لايف انير في 5 سنوات، متوقعين ان الونش ده او التراك ده او الجيب كرين ده يعيش ايه؟ يعيش 5 سنين. في مشاكل في الكلام ده؟ لا تمام زي الفل. طيب بنقول هنا بقى ايه حاجتين، يعني البوك فاليو، البوك فاليو الكوست ماينس الاكيموليتد ديبريشيشن. طيب يعني ايه؟ هنعرف دلوقتي البوك فاليو. البوك فاليو قيمة العربية دي أو قيمة التراك ده في كقيمة دفترية. كقيمة دفترية هيساوي إيه؟ الكوست ماينس التوتال ديبريشيشن اللي أنا متوقعه. طيب الديبريشيشن كوست هحسبها إزاي؟ الكوست اللي أنا اشتريته بيه ماينس السالفج فاليو. طيب أنا اشتريته بكام؟ ب 13000 دولار. ماينس الالف اللي هي السالفج يدينا ايه؟ 12000. يبقى الديبريشيشن كوست، الديبريشيشابل كوست 12000 دولار. طيب هعمل بيها ايه دي بقى؟ انا عارف ان انا لو انا طلبت منك دلوقتي تقول لي الديبريشيشن ريت، هتقول لي والله بسهوله 1 على 5 لان هي لان هنا ب 5 ف 1 على 5 بايه؟ في 100 يعني 20%، يعني الريت اوف ديبريشيشن 20%. يبقى انا كل سنه من الخمس سنوات هستهلك 20% من ال 12000، من 12000 دولار. يعني ايه؟ بصوا كده، اد الديبريشيشن يير اللي هي الايه الديبريشيشن بير يير، يعني الديبريشيشن في السنه هيبقى كام، قيمته كام. الديبريشيشن كوست اللي هي الفي ماينس الاس على الان، الديبريشي اللي هي تبقى 13000 ناقص ال1000 على الخمس سنين فتبقى كام؟ اللي ما هو دول ال12 ده اللي لسه حاسبينهم، اللي هي ال12 12000 دولار اللي هي التوتال ديبريشيشن كوست. لو قسمت ال12000 دولار على 5 هيديك كام؟ 2400 دولار في السنه. يبقى انت كل سنه هتنزل من القيمة بتاعتك، من البوك فاليو بتاعك القيمة للقيمة دي 2400 دولار. طب تعالوا نشوف الكلام ده هيتعمل ازاي. والريت اوف ديبريشيشن يساوي خمس، واحد على 5% يطلع 20%. ادي السنة بتاعتنا، احنا جبناها في 2017، يبقى ادي السنة الأولى، السنة الثانية، السنة الثالثة، الرابعة، الخامسة. ادي الخمس سنوات. الديبريشيشابل كوست، وده بقى اللي احنا بنقول عليه بقى. فاول طريقه احنا بنتكلم لسه على ايه؟ على الستريت لاين ميثود. فستريت لاين ميثود 12000 دولار ثابتين ديبريشيشابل كوست، مش ثابتين كل سنه، لا هو الديبريشيشابل كوست كلها خلاص 12000. طيب الديبريشيشن ريت 20%. احنا طبعا عشان بس احنا عاملينه على اكسل كده فجنب بعضه كده، فتبقوا ايه شايفين الكلام ده اتعمل ازاي. الانوال ديبريشيشن اكسبنس بالدولار عباره عن ايه بقى؟ عباره عن 2400. تكلفه الديبريشيشن دي بالنسبه لي انا 2400. جت ازاي 2400؟ 12 في 20%،
يعني ضربت 12 في 20، 12 في 20 قسمت على 100 اداني ايه؟ 2400. ليه اصلا احنا جايبينها هنا ديبريشيشن بير في السنه، كل سنه هدفع 2400، فادي كل سنه هدفع 2400 ثابتين، عشان كده بنقول ستريت لاين او فيكسد كوست، فعشان كده الديبريشيشن ثابت، هو ده اللي نقصده يعني. طيب الاكيوموليتد ديبريشيشن بقى، انا في السنه الاولى، في السنه الاولى حطيت 2400 اول ما جبته 2017 عرفت ان هو ايه، ان انا عندي كل سنه هنزل من قيمته 2400، يبقى انا في السنه الاولى نزلت 2400. طب في السنه الثانيه 2400 زائد 2400 يبقى 4800. طب في السنه الثالثه زائد 2400 7200، السنه الرابعه 9600، السنه الخامسه 12000. فيها مشاكل؟ طب البوك فاليو بقى، البوك فاليو اصبحت السياره دي او التراك ده عندي انا في الدفتر كان كام؟ انا كنت حاطه ب 12000، 12000 كقيمه ككوست، لما انزل منه 2400 يبقى اصبح كام؟ 10600، 10600. بعد كده انزل منه 4800 اصبح كام؟ 8200. انزل سبع اصبح كده لحد ما وصل لايه؟ ل 1000. 1000 دي بعد اهلاكه تماما وصل البيك فاليو بتاعته 1000 دولار، اللي هي كانت مين؟ كانت مين ال 1000 دي؟ اللي هي السالفج، صح ولا لا؟ مظبوط ولا ايه؟ مظبوط يا باشمهندس. اه تمام. يبقى انا البوك فاليو بعد ما حصل ديبريشيشن وصل ايه؟ وصل ان هو بقى قيمته، قيمه العربيه دي تساوي السالفج فاليو اللي احنا ايه كنا هنبيعها بيها في الاخر، او حصل ايه، او حصل الـ قيمتها بعد الايه، بعد الاهلاك. باشمهندس اتفضل. ممكن تاني معلش اللي هي الاكوموليتد ديبريشيشن الحته دي بس؟ الاكوموليتد ديبريشيشن انا عرفت ان انا ديبريشيشن بير يعني كل سنه هدفع 2400 دولار، تمام كده؟ تمام. في السنه الاولى، في السنه الاولى قيمتها 2400 ديبريشيشن، ديبريشيشن بتاعتي 2400. طيب السنه الثانيه بيقولوا اكيموليتد، يبقى 2400 زائد 2400 بقت كام؟ 4800. 4800. السنة الثالثة 3 في 2 و 400 بقت 7200، صح؟ كانت 7000. بجمع يعني. اه بجمع صح، او بضرب بقى يعني في السنة الرابعة يبقى 2400 في 4، السنة الخامسة 2400 في 5 تطلع ب 12000، اللي هو قيمة الايه؟ قيمة الديبريشيشن او التوتال ديبريشيشن كوست، اللي هو 13 ماينس الايه؟ ماينس ال 1000، تمام؟ البوك فاليو يعني بطرح ال 2400. البوك فاليو بطرح الديبريشيشبل كوست ماينس ماينس الاكيوموليتيف بتاعي. ماشي تمام. يعني برضو يعني مش ماينس الاكيوموليتيف بقى، انا اسف، خلينا بس عشان لما تيجي مثلا تقول هنا ايه 12 ماينس 12 يدينا زيرو، لا يعني ايه هي ال 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 هنا انا كنت، هي كانت 12 صح؟ اه لما طرحنا 12 بقت ايه 12 ناقص 2400 بقت 10 ايه 600. 600 12 اللي بعد كده بقى 10 600 ماينس 2400 بقت كذا. يعني بص تعال نشوفها كده لحظه، اجيب لكم ال... انت فاهم قصدي ولا لا؟ اه فاهم. وصلت ولا ايه ولا لسه؟ وصلت. تسلم باشمهندس. شوف ماشي، شكرا. ريتن داون بقى ان شاء الله ايه نقولها المره الجايه. نقولها ان شاء الله ايه المره القادمه اللي هي الريت او ريتن داون ديبريشيشن. اوقف ريكورد بقى صح؟
تمام يا باشمهندسين؟